انا فعلا مهتم بيها يا يوسف، وعشان كده ما اقدرش احطها تحت ايد دكتور معرفوش ولا ضامن طريقه شغل. هي دي زميلة شهد في الجامعه؟ لا يا ريت. زمايل شهد ما عندهمش مشكله في الدم، عندهم مشكله في التربيه وفي الاخلاق. انت مش هتبطل ابدا طريقتك دي، عمرك ما هتتغير يا سليمان. يا يوسف والنبي معلش خلينا بس في اللي احنا فيه. ها موافق ولا هتعمل لي فيها استاذ دكتور بقى ومشغول وقتك ضيق يا صديقي الخنيق؟ دكتور على مين بس يا سليمان؟ هو في حد في البلاد يقدر يقول لا لسليمان العريني؟ انا بس اللي مش قادر افهمه، انت ليه مصر انك تخليها عندك وتشحططني وراها وتجريني وراها في كل حته؟ ما تسيبني انا اشوف المكان المناسب لحالتها ولظروفي انا كمان. ما ينفعش يا يسري يا حبيبي، انت مش لسه باصص دلوقتي على التقرير وقلت لي ان في احتمال يبقى فيها زرع نخاع؟ طبعا بنسبة كبيرة. طيب يا سيدي عندي في المستشفى احسن، وهيبقى في كل التجهيزات اللي انت تحتاجها. ياو يعني الامور وصلت لكده؟ يعني انت عاوز تفهمني ان انا احتاجت الدونر هتقدر توفره؟ اي حاجة هتحتاجها يا يسري هتجيلك من قبل ما تخلص كلامك. ها؟ طب رد رد يا سيدي على التليفون وبطل طريقتك المستفزة دي. خرب بيت التليفونات، انا مش شارع، احنا مش كنا عايشين من غير البتاع المنيب ده. لا تصدق كان لازم ارد على ده فعلا. ايوه يا رندا. معلش كنت مشغول شويه. ايه الاخبار؟ ايه؟ مين اللي خرجها؟ مين اللي خرجها من غير اذني؟ ده انتوا ليله ابوكم سودا. خير فؤاد عوني بالفعل ام ان هناك مؤامره خبيثه قدمت للنيابه العامه نهايه مزيفه؟ اسره العريني استغلت مده الافراج المؤقت الذي صدر للمتهمة شهد سليمان العريني وراحت تبحث داخل الطبقات الشعبية المعدمة عن ضحية بريئة تقدم اعترافا كاذبا وتقف بدلا من ابنتهم على طاولة الاعدام. الخال شريف والام شاهناز رستم فشلوا في اقناع المواطن عربي فهيم بهذه الصفقة المشبوهة. اما الاب سليمان العريني وهو من اكبر جراح القلب في مصر والوطن العربي فقد نجح في العثور على البديل المناسب وقدم للنيابة بواب عمارة القتيل رجلا ريفيا بسيطا ورب أسرة فقيرة مكونة من زوجة وثلاث أبناء منهم طفلة مصابة بشلل رباعي. عارف مين اللي كتب الكلام العظيم المؤثر ده يا دكتور؟ عبير هانم. يعني سعادتك بقالك 24 ساعة بتحف على رجليك عشان تنقذ واحدة قاعدة على مكتبها بتشرب شاي وبتكتب موشح درامي طويل عريض يشكك الناس في براءة بنتك وبتتفنن في رسم صورة مرعبة ليك وليا ولاخويا. لسه مش عايز تفوق يا سليمان، لسه مش عايز تعرف حقيقة الناس اللي بيضحكوا عليك وبرضه بتمدلهم ايدك؟ خايف تواجه نفسك مواجهة جريئة وتحس بالخيبة اللي انت فيها؟ فوق يا سليمان، انت مستني ايه اكتر من كده؟ بنتك كانت هتتسجن وتتشلق، والبنت دي ايه؟ انت برضو بتدافع عنها ليه يا سليمان؟ ليه بتعمل ده كله؟ ليه؟ عشان خاطر مين يا فوق يا بني ادم؟ فوق بقى. حرام عليك يا بس اموت في ايدك يا سليمان. علشان تعرفي يعني ايه بني ادم يشوف نهايته وهو لسه ما سمعش من الدنيا. سليمان بس بس سليمان 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 هنادي عليك 20 مرة عشان تتكلم؟ اتكلمولي. قول انك مش لاقي رد بعد اللي سمعته بودانك يا دكتور. جاي تعاتبني يا سليمان؟ جاي تتخانق معايا عشان واحدة زي دي؟ مين فينا اللي ليه حق عند التاني؟ ده انا كنت هتشل وانا في مكتب جلال السنوسي وهو واقف قدامي وعلى وشه ابتسامة صفرة قد كده وبيقول لي مش عارفة مين الصحفية اللي كتبت ده يا دكتورة؟ امال جوز حضرتك كان عندها في البيت امبارح بيعمل ايه؟ نزلت من عنده دمي محروق ولقيتهم كمان بيقولوا لي ان الهانم محجوز لها جناح درجة أولى في المستشفى بتاعتك، عايز نعمل إيه؟ شاهناز، شاهناز طيب أرجوكي، أرجوكي بس بلاش كده،
هي البنت طبعا طولت لسانها شويه شويه يا ستي، طولت لسانها كتير، هي سافله ومش متربيه وبنت 60 في 70. بس علشان خاطر يا شهناز، ده مش وقت تخليص حق وتصفيه حسابات، البنت بتموت. تموت ولا تروح في 60 ده تاخدها، ما هو ده رد ربنا عليها عشان تعرف عقاب اللي يهاجم الناس الشرفة بالكذب ويفتري عليهم. يا شهناز، لو ربنا بيعامل الناس بذنوبهم ما كانش ساب بني آدم واحد يدب برجله على الأرض. انت هتديني محاضرة في الدين والأخلاق سليمان؟ It's over. انت مش بلغت البنت بنتيجة التحليل وعرفتها مرضها؟ خلاص يا سيدي، عملت اللي عليك وخلصت ضميرك اللي وجعك قوي ده، سيبها تروح لحالها وتشوف حل لنفسها بعيد عننا. بعيد عننا ازاي يا شهناز؟ وفين؟ ما انت عارفه كويس البنت فقيره وتحت الصفر، وانت فاهمه كويس قوي يعني ايه لوكيميا. امال سيادتك عاوزني اضيفها لك على قائمه الاعمال الخيريه بتاعتك واصرف عليها من جيبي كمان؟ لا دي حلوه قوي. لا لا يا شهناز، خلاص بصي، انا مش عايز ولا مليم زياده عن الميزانيه اللي احنا مخصصينها للحالات المجانيه. انا كل اللي بقوله مستحيل. يلا يا البنت دي في المستشفى يا سليمان. طب اعملي حساب لصورتي قدام الدكاتره والممرضين وطاقم الاداره، ده انا لسه مشدد عليهم دلوقتي. يا شهناز ارجوكي، لو انا مش هفضل طول عمري اتحمل مسؤوليه اندفاعك وتصرفاتك الغبيه. اي بقى المره دي عشان تتعلم تاخد رايي في اي حاجه تيجي على دماغك. اخد اذنك تقصدي، مش اخد رايك. اذني، رايي، اوردر، سميها زي ما تسميها. ارجوك يا شهناز ما تضغطيش عليا اكتر من كده. انا قلت اللي عندي يا سليمان، البنت دي مش هتخطي عتبة المستشفى بتاعتي. المستشفى بتاعتي مش بتاعتك. نعم، قلت ايه دلوقتي؟ بتاعتك؟ عايز تلغيني يا سليمان؟ عايز تنسب النجاح كله لنفسك وتصب على دوري ومجهودي في السنين اللي فاتت عشان بنت زفتة زي ده؟ لا، انت اللي بتلغي اسمي وبتلغي وجودي من المستشفى. هو فين وجودك ده يا دكتور؟ فين وجودك؟ الساعات اللي بنستضيف سعادتك فيهم عشان تدخل عمليات او تمر على حالة حرجة، اي دكتور بيعمل كده. انا اللي بنيت واسست وجمعت افضل كروه تمريض واستوردت احدث اجهزه وعملت تعاقدات خياليه مع القضاء والخارجيه والبترول والجهاز المركزي. انا اللي مضيت مع اكبر استشاريين من كل التخصصات. اشربيها يا ماما، اشربيها. طالما انت اللي بنيتي وانت اللي اسستي وانت اللي سهرتي الايالي، خلاص تبقى حلال عليكي. يبقى من حقك دلوقتي انك تشيليها على دماغك وتشربيها يا شهناز. اشربيها يا ستي. انا بقى فايت لك الدنيا كلها علشان تتمتعي لوحدك بانك تسوقي المركب، تركبي اللي يجي على مزاجك واللي ما يجيش على هواكي ترميه في البحر. يا شهناز اشبعي بيها، اشبعي بيها يا ستي، اشبعي بكل حاجه، اشبعي بالبيت، اشبعي بالمستشفى وبالفلوس وبالارض وبالعربيات وبالانتيكات، اشبعي بيها. رصيهم راس فوق بعض وقعدي على كرسي دهب في اعلى حته فيهم وقولي انا ربكم الاعلى. احيي وموتي في الناس باشاره من صوابعك يا شهناز. اشبعي بيها سليمان. اهدى، اشبعي بيها. اهدى عشان خاطر. مش حاجة، مش حاجة يا شهناز، ومش هسامحك ورحمه امي وابويا. ما هسامحك يا شهناز، انا مش هتسالك ولا حرف من اللي قلتيهم النهارده يا شهناز. مش هسامحك، والله ما هسامحك، والله ما هسامحك. سليمان رايح فين؟ سليمان استنى ارجوك يا سليمان. سليمان انا عشان خاطري يا بابا ارجوك. لا دي مش وقت زميلي دلوقتي. سليمان لو سمحت، انا اسفه يا سليمان، انا اسفه. هديتي يا ماما؟ ارتحتي ولا في حاجه تانية؟ يا نهار اسود، الحفله. اوه
عايز ارد على حد. كابتن عندك خطوط تليفونات؟ زيرو كام يا باشا؟ يا سيدي اي حاجه ان شاء الله زيرو بس. كام؟ 5 جنيه يا باشا. ماشي يا باشا. قفلوا. ما انا عارفه ان هو ده اللي هيحصل. اعمل ايه انا دلوقتي يا ربي؟ اتصرف ازاي في الموقف المنيل ده؟ اقول ايه للناس دلوقتي؟ برضو الناس؟ هو انت مفيش حاجه شغله بالك غير الناس يا ماما؟ امال اشغل بالي بمين يا ست شاهد؟ ما ابوكي طول عمره كده، اول ما الجنينه تطلع يختفي من قدام عينيكي في غمضه عين ويقفل تليفونه ويروح للصعاليك اللي بيقعد معاهم ويرجع الفجر بيضحك ومفرفش وانا كانه مولع حريقه في البيت. انا اللي دلوقتي في موقف زي الزفت. الله يخرب بيتك يا عبير الزفت انت كمان.